أربع أحاديث اللي يجمعها ويعمل بيها يبقى جمع أصول الأخلاق والأدب. الحديث الثاني ما رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثاني بيعلمنا ترك الفضول. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.